حنا ضحية خويا، حنا ضحية هاد الزمان ما تعطاشنا الحقوق ديالنا، لا في السكن ولا شي ما مدخول مادي ولو غير قليل نشرو منو بارطمون نستقرو فيها هاك ما عدناش، ويكون لينا خير من عند الله وسيدنا والمحسنين داخل الوطن وخارج الوطن، وما غيتخلاوش علينا بإذن الله. هذا حلمنا. هذه هي بحلم بعد ما غنديرو اخويا. امر الله امر الله، حمدنا ربي وشكرنا ربي، كنبكو على الله سبحانه وتعالى اخويا، كنبكو على الله سبحانه وتعالى، وكنطلب من المحسنين الله يزاديهم بخير، بغينا ينقدونا، بغينا ينقدونا ينقدونا ويشوفوا من حالة هاد الدريات ومن حالتنا. كانت في القديم ما دابا لا، دابا كلشي كيتعاطف معانا ولو غير بكلمه زوينه منهم. الحاله ديالنا حنا تزدنا من الكرش بحالكم معاقات، عندنا جوج ديال الخوت، واحد عايش معاه بلا ما نقول حتى شي حاجه الله يهدي علينا، وواحد مسكين والد ثلاثه ديال البنيات راه قاعد يتكحفر معاهم، الخدمه على قد الحال. وكنطلب من سيدنا وكنطلب من المغاربه كلهم داخل الوطن وخارج الوطن يتعاونوا معانا ويتعاطفوا معانا في هذه الحاله اللي حنا فيها، وضعيه السكنه ووضعيه العيشه. الله يجازيكم بخير. الحمد لله راضي قدر الله خويا، كنحبوا بعضياتنا بزاف، كنبغوا بعضياتنا بزاف، كنموتوا على بعضياتنا بزاف، فهمتين، كنموتوا على بعضياتنا، كنجمعوا في هذا البيت كنضحكوا مع بعضياتنا، كنفاجوا على بعضياتنا، واخا ما عندناش الصحيه واخا ما عندناش كنفاجوا على بعضياتنا. علاش اش غنديروا؟ ما عندنا ما غنديروا، ما عندنا ما غنديروا اخويا. امر الله امر الله، حمدنا ربي وشكرنا ربي، كنبكوا على الله سبحانه وتعالى اخويا، كنبكوا على الله سبحانه وتعالى، وكنطلب من المحسنين الله يزاديهم بخير، بغينا ينقدونا، بغينا ينقدونا ينقدونا ويشوفوا من حالة هاد الدريات ومن حالتنا. كنطالبوا بالسكنه، ونطالبوا بالسكنه، بغينا بغينا نبقاو مستورين، بغينا ما يعصبنا حد، ما بغينا حتى واحد ما ينفرزنا، بغينا نبقاو محتفظين بعضياتنا. كنطلبوا الله ومن سيدنا يشوف فينا يا ربي. كيمثلوا لي كل شيء في حياتي، باغاهم يعيشوا مزيان وباغيهم سكنه مزيانه، وكنطلب من سيدنا ومن المحسنين ما يتخلوش علينا داخل الوطن وخارج الوطن. الله يجازيكم بخير وشكر لكم جميعا. انا زيدت 68 في عمري 51، هذه في عمرها حتى هي، انا في عمري في عمرها 50 عام، انا 51 فوتين بعام بيناتنا. ملك اختي عدت 38. الشعب المغربي تعاطف معنا خارج الوطن ودخل الوطن، الله يجازيكم بخير. بغينا السكنة خوتنا، نقدونا، راه حنا محنين، حنا محنين خوتنا، حنا محنين خوتنا، الله اللي عالم بالداخل ديالنا. وكنطلب من سيدنا الله يحفظك، انقذنا، راه حنا في وضعية واعرة بزاف، الله اللي كيعلم بالنفسية ديالها مريضة، مرضنا بالأعصاب، انقذنا بالسكنة سيدنا كيف ما كانت. رحمونا الله يرحمنا ويرحمكم، مكملين بالصبر، مكملين بالصبر والقرآن الكريم. فاش كنديروا هيدي القرآن كتوسع لينا الخاطر ديالنا، كنعرفوا تي حاجه ما ديما في الدنيا، هذا قدر الله كنعيشوه، ولين كنتمنوا من سيدنا الله يحفظه ومن المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن ينقذونا. ها احنا قدامكم اخوتنا حتى حاجه مخبيناها، ها المحيط اللي كنعيشوا فيه وتزدنا فيه راه ما غايجيو يريبو، ما عندنا لا استفاده لا والو، حيت معاقات وما عندنا لا الحاله المدنيه ما مزوجات ما والو، حنا ضعنا، حنا ضعنا سيدنا، الله يحفظك ويطول لنا عمرك والمحسنين، شوفوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. بغينا السكنه، بغيناكم تسترونا بسكنه يعني يا سيدنا، بغيناك تسترنا بسكنه، حنا غاديين كنكونوا والمواطنين ما تدوزوناش، ديروا يديكم في يدينا، الله يجازيكم بالخير. كيمثلوا لي الحياه اللي ما عشتهاش، الحياة الزوجية، الوليدات اللي كتحلم بهم أي بنت، أنا ما درتهمش هما بنياتي، أنا كرست حياتي ليهم واخا بحالي بحالهم في الصحة، عمرنا فكرنا الزواج، كانوا الناس كيشاورونا كيديرونا بهاد الكلمة هادي، يصومونا عمرنا ما اقتنعنا بها، كنقول حنا غنبقاو نحطو روسنا على بضياتنا حتى يجي من الله الرزق ويجي من الله من يحن علينا، وسيدنا ما يتخلاش علينا والمحسنين. ويحنوا فينا، ويحن فينا الله وسيدنا والمحسنين داخل الوطن وخارج الوطن، ويكون لنا خير من عند الله وسيدنا والمحسنين داخل الوطن وخارج الوطن، وما غيتخلاوش علينا باذن الله. هذا حلمنا،
هادي تيا بحال منى، هادي تيا بحال منى، هادي بحال منى تاهي، هادي بحال منى، هادي بحال منى. حنا ضحيه خويا، حنا ضحيه هاد الزمان، ما تعطاشنا الحقوق ديالنا لا في السكن ولا شي ما مدخول مادي ولا غير قليل نشرو منو بارطمون ونستقروا فيها هك، ما عدناش. الله غالب اخويا، حمدنا الله وشكرناه.